أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي، أهلا وسهلا بكل المتتبعين الأعزاء وبكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور. إذا في إطار المتابعة ومواصلة الدعم خلال العطلة الصيفية، جئتكم بطريقة جديدة ومختلفة، هي أنكم تخدموا يعني تدعموا يعني تخدموا بالتطبيقات يعني التفاعلية، التطبيقات التفاعلية باش تعلموا الفرنسية، لغات لونجلي، يعني تطبيقات من أجل الدعم في الفرنسية، كونجيغيزون، غرامير، أورتوغراف، كذلك الدعم في الرياضيات. إذا هاد التطبيقات فهي من إنشاء قناة تعلم مع آدم وإياد. إذا معكم أستاذة بشرى، أستاذة في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، من يعني خبيرة في إنشاء التطبيقات التفاعلية وبرامج الحاسوب، إذا من الأساتذة المبدعين والمجددين في الوزارة وحاصلة على عدة جوائز في ذلك. إذا كما قلت لكم غنشوفوا التطبيقات التفاعلية لتعلم لغات فرنسية، الإنجليزية، تعلم مثلا يعني مثلا جدول الظرف الرياضيات، يعني كذلك عدة حوايج، مثلا تعلمات في الرياضيات، تعلمات في العربية، تعلمات يعني في الدعم، يعني مثلا الدعم في مجال الفرنسية، كونجيغيزون، أورتوغراف، غرامير، يعني في أي مجال. وأي فكرة عندكم ممكن تكتبوها في التعليقات وممكن نطبقوها. كما كتعرفوا أن وليداتكم ولاو موتيفي يعني بالتليفون ولا التابلت، عوض ما نعطي هذاك التليفون الطابلات باش يخدم فيه شي حاجه غير مفيده او يلعب فيه اللعاب، نعطيه التليفون يعني يخدم بتطبيق تفاعلي اللي عيفيدو، يعني عيتعلم به شي حاجه ويتجاوز التعثرات ديالو. اذا كما كتعرفوا دابا هذا مجال اللي ولي ماشي وكتركز عليه كذلك الوزاره، اننا نستغلوا الحاجه اللي كيبغيو ولادنا باش يتعلموا. اذا وهاد التطبيقات التفاعليه هي من اجل التعلم ديالهم بطريقه جديده واللي ماشيه مع العصر. اذا كما قلت لكم غنشوفوا تطبيقات تفاعليه كل مره في جميع مجالات، واي حاجه بغيتوها واي فكره عندكم ممكن تطبقوها، غير كتبوها في التعليقات. اذا هذا هو التطبيق، هذا هو الانترفاس ديالو. كما كتشوفوا فيه بزاف ديال لي توش، بزاف ديال لي بوتون، يعني في مختلف المجالات، يعني وسائل النقل، ادوات مدرسيه، ادوات المطبخ الى اخره. كما كتشوفوا التطبيق اسمه تعلم فرنسيه مع ادم واياد، وعندكم سكور يعني بالنقاط، يعني مثلا دابا صفر باقي ما بديناش، يعني بالسكور، يعني ممكن اي مجال بقا تخدموا فيه تجيبوا 10 على 10. اذا انت يعني تاخذوا الفكره وتاخذوا بزاف ديال المصطلحات. بالنسبه لهذا التطبيق ديال تعلم فرنسيه مع ادم واياد، في مجموعه ديال المصطلحات اللي لها علاقه بالفرنسيه اللي ممكن تفيدكم بالصوت والصوره. اذا كما كتعرفوا يعني كاين الصوت والصوره، وكما كتعرفوا ان اللغه ما كتكتسبش غير يعني غير انك تكتب الى اخره، خاصك تسمع وخاصك تعاود وتطبق باش تاخذ بزاف ديال المصطلحات. اذا هذا هو التطبيق. بالنسبه لهذا التطبيق راه ممكن تحملوه من بلاي ستور، انا خليت لكم الرابط في الوصف، يعني الرابط راه عندكم في الوصف باش تحملوه من بلاي ستور، يعني خليت لكم الرابط ديال التحميل في الوصف باش تحملوه من بلاي ستور. بالنسبه للتطبيق هو في بلاي ستور، تعلم الفرنسيه مع ادم واياد. اذا هذا هو يعني التطبيق بلاي ستور، غتعملوا غير انستالي وغيتانستالي لكم في التليفون وممكن تبداو تخدموا به. هذا هو يعني الانترفاس ديالو في بلاي ستور، كتعملوا انستالي ومن بعد كتانستاليو في التليفون وكتخدموا به عادي، اي ابليكاسيون كما كتعملوا اي ابليكاسيون في التليفون اللي كتانستاليوها كتكليكو على انستالي وكيتانستالا في التليفون، وممكن تخدموا فيها كطلع لكم ليكون الصوره ديالها في التليفون ديالكم ومن بعد كتفتحوها. اذا من بعد من انستاليتو يعني من انستاليتو هذيك لابليكاسيون يعني التطبيق التفاعلي في التليفون، من عاد تكليكو على ليكون عطلع لكم هذه الواجهه الاولى اللي كما كتشوفوا فيها بزاف المجالات، يعني اختاروا اي مجال تبداو به، ماشي بالضروره تبداو بالاول بشي بهم الترتيب، ممكن مثلا نختار اي مجال وندخل، مثلا ندخل مثلا ادوات مدرسيه، ممكن ندخل مثلا ادوات مدرسيه فورنيتور سكولير. اذا كيعطيك سميتو هاد الانترفاس، يعني كيقول لك ادوات مدرسيه الرئيسيه باش كترجع الرئيسيه ويبدا باش كتبدا، وهنا كيكون عندك سكور صفر باقي ما بديناش يعني نجمعوا النقاط. غنعمل ابدا. اذا نعمل ابدا كيقول لك اذا اضع كل كلمه في المكان المناسب لها، كما كتشوفوا كيعطيك تصاور وكيعطيك الاسماء، ان كارطابل، اون تروس، ان كلاسور، ان كايي، وكيعطيك سكور. ممكن تسمع، راه كتكليك على هذه اللي فيها الصوت، ان كارطابل كيعطيك الصوت مثلا
une trousse. نعم برافو. وهنايا un classeur. يعني un cahier. ممكن تسمعوا وتقراو، قراو فعدا باللول ومن بعد تسمعوا باش يعني تشوفوا الكلمه كيفاش كتنطق. دابا عتعاونوا بالتصاور وبالاسماء وعتعمروا. اذا مثلا غنمشي نشوف كارطابل، اذا كارطابل غنزلها في المكان مخصص لها. مزيان، مثلا غنمشي اون تروس، اون تروس غنزلها في المكان المناسب لها. اذا غنمشي ان كلاسور وغناخد ان كلاسور ونزلو في المكان مناسب له، وغنمشي مثلا ان كايي وغنزلو في المكان مناسب له. اذا من ساليس شنو غنعمل؟ غنكليكي على ارسال الجواب. احسنت. اذا كيقول لي احسنت اجابه صحيحه، باش نكمل غنكليكي على تابع. اذا نفس الشيء يعطينا يعني صوره اخرى، تصور اخرين، وكذلك باسماء اخرين. اذا عندنا دي ماركور، عندنا ان ديكسيونير، ان سيلو، ان اجندا. بغيت نسمع شي كلمه كنكليكي على الصوت. دي ماركور. اوكي. ان ديكسيونير. نعم. Un stylo. Oui. Un agenda. Très bien. ودابا نكمل. إذا عمر مثلا دي ماركو، هما لي ماركو كيما كتعرفو هما هادو. مثلا ديكسيونير عارفين مثلا لو ديكو سي ديكسيونير. مثلا ستيلو، نبداو بالستيلو اللي عارفينه ونزلو في المكان المخصص له. مثلا غنمشيو مثلا ديكسيونير ونزلو في المكان المخصص له، ونمشي مثلا أجندا ونزلو في المكان المخصص له، ونعمل إرسال الجواب. احسنت. اذا قال لي احسنت يعني ساتابع، وكما كتشوفوا الفوق راه كيتزادوا النقاط، عندي دابا 4 نقاط. اذا وانا ماشي سكنكمل. اذا بهذه الطريقه في هذا المجال. اذا مثلا انا مثلا بترجع مكملت هذا المجال وبترجع مثلا مجال اخر، كنكليك على هذه الدار اللي هي اكوي باش كيرجعني يعني حاجة أخرى. يعني ممكن اختار أي حاجة، مثلا الأنشطة اليومية، مثلا الأنشطة اليومية لزاكتيفيتي كوتيديان. أوكي لزاكتيفيتي كوتيديان، باش نبدأ كنعمل إبدأ. وكيبقى لي سكور، شفتوا ربعة اللي حصلت عليها. إذا العربي في الإطار البرتقالي والفرنسي في الإطار الأصفر. إذا كما كتشوفوا راه عندي سكور بقى 4، يعني أي سكور حصلت عليه راه كيبقى محتفظ به. إذا هنايا عطينا الكلمات جو مو بغوس لي دون، جو مو ريفي، جو مو دوش، وعطينا لنا بالعربية أستيقظ أستحم أنظف أسناني. بغيت نسمعهم راه كنعمل جو مو بغوس لي دون ولا إلى آخره. إذا هنايا غنحاول نشوف ونكمل عاوتاني هذوك المربعات. عندي جو مو بغوس مي دون. إذا عن هنايا شنو قال لك؟ المكان يعني أضع كل فعل في المكان المناسب له، العربي في الإطار البرتقالي والفرنسي في الإطار الأصفر. إذا الفوقانيين غنعمل فيهم فرنسية، واللي تحت غنعمل فيهم العربية. إذا غنمشي جو مو بغوس أغسل أسناني، غنعملها هو هذا كيغسل سنانو، غنجي نزلها هنايا. جو مو غيفي، إذا هي هادي يلا فايق، غنعملها هنايا. وغنمشي نعمل جو مو دوش يعني كندوش، غنعملها هنايا. نمشي نعمل الترجمة، أستيقظ غنعملها هنايا، وأستحم غنعملها هنايا، وأنظف أسناني غنعملها هنايا. إذا ساليت غنعمل كذلك إرسال الجواب. أحسنت. أنا قالي جواب صحيح أحسنت، سأتابع الإجابة ونكسب تابع. هما زادوني جوج نقاط 6. اذا هنايا زادوني جوج نقاط، يعني النقاط ديالي كيبقاو يتزادوا. والفرنسي في الاطار الاصفر. اذا كذلك هنا عندنا عربيه، هادو انشطه يعني باش تعلموا بعض المصطلحات. جو مو لاف لي ما، جو مو بروس لي شوفو، جو مو لاف لو فيزاج. ممكن تسمعوا الصوت. وهنا بالعربي اغسل يدي، امشط شعري او اغسل وجهي. اذا غنمشي نشوف جو مو لاف لي ما فين هي كنغسل. هنا لي ما هما يدي، غنجي ونعملها هنايا. مثلا جو مو بروس لي شوفو، اذا مثلا هنايا كنمشط شعري غنجي نعملها هنايا. مثلا جو مو لاف لو فيزاج، غنجي ونغسلها ونعمل هنايا كنغسل وجهي. غنمشي دابا بالعربي اغسل يدي، فين اغسل يدي؟ هي هادي. مثلا امشط شعري، هنايا كنمشط شعري، هنا اغسل وجهي، غنجي نعملها هنايا. ما كنسالي كنعمل ارسال الجواب. اذا تابع. اذا هنايا مثلا اضع كل فعل في المكان كذلك هنايا المناسب لها. في الاطار البرتقالي والفرنسي في، اذا هنايا هنايا كذلك المصطلحات نفسها، غنوضع كل حاجه في المكان ديالها. جو ليف لام، يعني هنا جو ليف لام بو ريبوندر، هنايا يعني هنا صبعي باش نجاوب. اذا هذه مثلا فين هي؟ كاينه في هنايا، نزلو ونزلها هنايا. مثلا لو جو مونج لو بوتي ديجوني، هنايا كناكل. اذا غنجي وغنزلو ونزلها هنايا. مثلا جو في اليكول، اذهب الى المدرسه، غنجي ونزلها هنايا. اذا هنايا اتناول وجبه الفطور، اذا هي هذه الترجمه ديالها. ارفع يدي
للإجابة إذا نزل هنايا وأذهب إلى المدرسة سأنزلها هنا. إذا من عن سالي هنايا يعملي إرسال الجواب. أحسن. إذا سأقول تابع. إذا مثلا أجيت مثلا وأخطأت نعمل لكم أخطأ أن مثلا أشنو كيعطيك. إذا هنايا بالنسبة لممكن يعني مثلا أخطأت يعني هنا باقي السكور ماشي 10. إذا هنايا مثلا غيقول لي مثلا أنخطأ أن هذا غنعمل لهم باغازار باش هنايا باش نزلهم شي صحاحين مثلا باغزومبل. وهنايا هادو عن كل ما نعملهم خطئين باش غنشوفو اشنو يعطيني. غنعملهم كاملين خطئين اشنو كيعطيني. ارسل الجواب. اذا كيقول لي خطا حاول مره اخرى واعمل يعني نكليكي على تابع ويعطيني المتابعه. بغيت نرجع عاوتاني للدار كنكليك عليها باش كيرجع لي الصفحه الرئيسيه. هذا هو الانترفاس ديالو. ممكن كذلك ندخل الفواكه نشوفوا الفواكه رجع الرئيسيه. كاين كذلك الخضر الحيوانات الزانيمو. اذا ابدا مثلا كاين مجموعه من الحيوانات الى اخره رجع لاكوي. اذا كاين بزاف ديال المصطلحات اللي ممكن تاخذوهم وكيعطيك سكور يعني اي مجال حاولوا نتوما تتسالي وكيعطيك يقول لك احسن جبتي تجيب 10 على 10 في اي مجال. وبهذا يعني عاد تكتسب مجموعه ديال المصطلحات بالصوت والصوره وانت كتفاعل يعني هنا تفاعلي لان كانك تتفاعل مع هذاك التليفون اللي كيعطيك النقط ديالك وكيعطيك واش الاجوبه ديالك صحيحين ولا خاطئين. كما قلت لكم اي فكره عندكم ممكن تكتبوها في التعليق وغنطبقوها. وعندنا باقي مجموعه ديال التطبيقات اللي غنعطيها لكم اللي غتفيدكم وغنشوفوا لي دابليكاسيون بزاف ديال الدعم وتعلم فرنسيه الانجليزيه رياضيات الى اخره. اذا دعموا بالنسبه للرابط التحميل راه في الوصف باش تحملوا بلاي ستور. دعموا المحتوى الجيد وشكرا والى اللقاء.